ضمن أفضل المجموعات الخاصة في العالم، وتضم نفائس هذه المجموعة أكثر من 20,000 تحفة. مراسلنا في سيدني صالح السقاف حضر افتتاح المعرض وأعد لنا التقرير التالي. لأول مرة في أستراليا يتم عرض مجموعة خليلي في لندن، والتي تضم مجموعة فريدة من نوعها من معروضات الفن الإسلامي. مخطوطات من القرآن الكريم جمعت بين فنون الخط العربي وتناسق ألوان الزخرفة، مصنوعات زجاجية وخزفية، ومجوهرات بالغة الدقة في تصميمها، مخطوطات مزينة بالتصاوير والآيات القرآنية، ومنسوجات رائعة، وسجاجيد تتباهى بالنقوش والرسومات، مقتنيات يعود تاريخها إلى بدايات القرن السابع حتى مطلع القرن العشرين. إذا لم تحصل على المعلومة الصحيحة فإن رأيك يكون مبنيا على المعلومة الخطأ. إن عرض هذه المقتنيات بهذا المعرض يظهر أن الإسلام كوني، ويظهر كم هي المساهمات التي قدمها الفنانون المسلمون والرسامون المسلمون والقادة المسلمون، تلك المساهمات التي أوجدت حياة أفضل للغرب. هذه النفائس التي باتت شاهدا على إنجازات المسلمين لفتت أنظار وسائل الإعلام الأسترالية التي تهافتت لتغطية هذا الحدث، الذي وصفه مدير صالة الفنون بأنه لا يهدف إلى تفهم أفضل للإسلام والمسلمين فحسب، بل إلى التعلم من نبع الحضارة الإسلامية أيضا. إننا لم نشاهد في أستراليا من قبل مثل هذا المعرض الشامل الذي يعبر عن ثراء مخيلة فنون الإسلام. لم نشاهد من قبل معرضا يغطي 13 قرنا تمتد من إسبانيا إلى الصين بالمقتنيات المتنوعة والرائعة. روعة هذه المخطوطات والتحف الفريدة وبقاؤها بحالة سليمة كل هذه العصور رغم تجوالها في معارض حول العالم دليل على أصالة الفنون الإسلامية وتفاني القائمين على حفظها ورعايتها. نحن لسنا سوى حراسا مؤقتين، شاءت الأقدار أن تلقي بمسؤولية جمع هذه المقتنيات على عاتقي. إنني آمل وأنا أصلي لله أن يجعل من جهودي هذه في جمع هذه المقتنيات مساهمة متواضعة تسهم في تقارب الإنسانية وتسامحها. أتاح عرض هذه المقتنيات الفنية الإسلامية النادرة الفرصة أمام الأستراليين للتعرف عن كثب عن التراث والحضارة الإسلامية.